20 40 نشوف. الله، ضرب متوسط المية، شايفين؟ والله كمان المطب مو 17 17 10، والله هو ضرب المية الآن. شوف ضرب المية الزامن، أي اختراق المية مع ال17، إن شاء الله فالكم متوسط الميتين 18 20 مرورا بمطب 17 70 أو 17 80 ريال. هاي خلوه يعدي بس هذا المحور، هذه مقاومة الزامل الآن. يلا قاعين متجاورين، الزامل ما شاء الله، شوفوا كيف على الهواء مباشرة، الله يتمم له، اقتحم متوسط المية، وعلى الأشاميكو الله يبلغ الإغلاق بهذا الشكل، اقتحم السحابة على اليوم، الله يجعلها إن شاء الله فال خير على ملاك الزامل. أول إشارة إيجابية من زمان.